كما أكد وزير الإسكان للتنمية الحضرية والريفية الصيني نيهونغ أن المنتدى صار منصة مهمة لتبادل الخبرات بين البلدان، بما يخدم تنمية المجتمعات الحضرية والسعي نحو مستقبل أفضل. منذ إنشاء اليوم العالمي للمدن ظل يركز على تعزيز أهداف التنمية المستدامة للمدن العالمية، ويهدف إلى خلق نمط تنمية شامل ومتوازن منسق ومتسامح متعاون ومزدهر للجميع. على مدار أكثر من 10 سنوات توسع تأثير اليوم العالمي للمدن بشكل ملحوظ وزاد دوره بشكل بارز، حتى أصبح منصة مهمة للدول لتبادل الخبرات وخلق مستقبل أفضل، مما عزز التعاون بين البلدان في جميع أنحاء العالم.